السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حوار اليوم. شهدت العلاقات بين مصر والهند طفرة كبيرة مؤخرا لتتوطد في روابط تاريخية إلى شراكة استراتيجية بين دولتين كانتا منذ فجر التاريخ مهدا للحضارة الإنسانية وشرارة تستند في جوهرها وفي فلسفتها لما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندار مودي من أن الحضارات القديمة في الهند ومصر لديها ممارسات حياتية مستدامة ومتجذرة في ثقافتها وتقاليدها بما يمكنها من أن تقدم للعالم أجمع نماذج يحتذى بها عن الاستدامة وكيفية العيش في وئام مع الطبيعة. وفي هذا الإطار حرصت مصر خلال الأعوام التسعة الماضية على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القوى العظمى وتلك البازغة وفي مقدمتها القوى الآسيوية بهدف تعظيم المصالح الوطنية مع الأطراف الدولية الفاعلة كافة للحديث عن تعاظم علاقات مصر الآسيوية وخاصة الهندية. يشرفنا في حلقة اليوم أن نستضيف الكاتب والمفكر السياسي الدكتور محمد نصار أبو ضيف، الباحث في العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية. بنرحب بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد طبعا تاريخ معروف للحضارة الهندية لا يختلف عليه اثنين، لكن هناك طفرة يعني ملحوظة في الهند. هناك معجزة اقتصادية حدثت في الهند في السنوات الماضية، تتعرف أولا من حضرتك على كيف نجحت الهند في تحقيق هذا المعدل الكبير في التنمية خصوصا مع زيادة كبيرة في عدد السكان، لكن لدينا تقرير نبدأ به عدوا الزملاء في أسرة الإعداد ثم نعود في هذه الحلقة من حوار اليوم. تشهد العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا وتعاونا في السنوات الأخيرة. تتمتع العلاقات المصرية الهندية بتاريخ طويل من التواصل والتعاون الثنائي تعود جذورها إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ترتكز على أسهم حضارية ومصالح مشتركة تجمع البلدين كقوتين فاعلتين في محيطهما. وينطلق محور القاهرة دلهي نشيطا بالزيارات المتبادلة والتشاور والتنسيق المستمر لتنويع مختلف أوجه التعاون بين الجانبين والارتقاء به إلى آفاق أرحب وأكثر تنوعا، حيث جاءت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتكون أول زيارة يقوم بها لمصر منذ تقلده لمهام منصبه في عام 2014، وتستمر على مدار يومين. الزيارة مهمة للغاية وستعطي دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من الزخم للشراكة الاستراتيجية المستدامة، نظرا لحقيقة أن مصر ذات موقع استراتيجي وتلعب دورا كبيرا في الديناميكية العالمية الناشئة. كما تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والعمل على زيادة تعزيزها على مختلف الأصعدة. يأخذ التقارب المصري الهندي وكل أبعاده ودلالاته بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثالثة لقمة منتدى الهند إفريقيا 2015 التي احتضنتها العاصمة نيودلهي، وتعززت العلاقات أكثر بين الجانبين من خلال المحادثات التي أجراها الرئيس مع الرئيس الهندي ورئيس الوزراء على هامش القمة، واكتسبت العلاقة مع القاهرة ثقلا تاريخيا مرة أخرى خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كضيف رئيسي ومشاركته في حفل يوم الجمهورية الهندية كضيف شرف، والتي تزامنت مع الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل بضعة أشهر. فالعلاقات المصرية الهندية تشهد تطورا متسارعا وتعاونا متعدد الأبعاد نظرا للدور الاستراتيجي للبلدين، فالهند تعد قوة في المحيط الهندي، ومصر ليس لديها ميزة قناة السويس فحسب، بل هي لاعب رئيسي له أهمية استراتيجية ناشئة للهند ولأمن الممرات البحرية. قطاع التجارة يلعب دورا هاما في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن مصر اليوم تفرض نفسها كفاعل مهم بالنظر إلى خصوصياتها كبلد مستقر ومركز اقتصادي إقليمي، في حين أن الهند من أكبر اقتصادات العالم وتشكل سوقا ضخمة تضم حوالي 1.3 مليار مستهلك، إلى جانب أنها مرتبطة بشكل واسع بمنطقة جنوب آسيا باتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول. وتعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر، كما يوجد أكثر من 50 شركة هندية تعمل في السوق المصرية ولديها استثمارات تتجاوز 3.15 مليار دولار في مختلف المجالات، لا سيما التي يغلب عليها الطابع التكنولوجي والمعلوماتي. فالمشاركة التجارية والاقتصادية هي المفتاح والعمود الفقري لأي علاقة، فلقد بلغت حجم التجارة الثنائية بين البلدين 7.26 مليار دولار، ويستهدف البلدان تبادلا تجاريا بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2027، علاوة على ذلك
تهتم مصر والهند بتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والصناعات الهندسية، وبصفة عامة تعد العلاقات المصرية الهندية نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، وتعكس إرادة البلدين في بناء شراكة استراتيجية قوية تسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حوار اليوم. دكتور محمد، كنا بنتحدث عن المعجزة الاقتصادية الهندية، حدثت طفرة في السنوات الماضية، ما هي أسباب هذه الطفرة وكيف نجحت الهند في تحقيق هذه النهضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين في كل مكان، شكرا على الاستضافة، أقول بالله التوفيق. لما نيجي نتكلم عن المعجزة الاقتصادية الهندية، يعني لابد من ذكر في ظل العالم أو أوروبا منشغلة بالحرب الروسية الأوكرانية، والولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بالحرب التجارية والاقتصادية ضد الصين، نجد نموا سريعا للعملاق والفيل الهندي العملاق. لازم نرجع للتاريخ شوية علشان نشوف الناس دي نجحت ازاي. واحنا هنا لما بنيجي نذكر نجاح الهند بنذكره على سبيل ان هو نموذج يحتذى به، وان احنا بنقابل عقبات اقتصادية وبنقابل تحديات لا تذكر بالنسبة للدول لجميع الامور الاسيوية، وازاي هم قدروا يخرجوا من عنق الزجاجة، وازاي خرجوا من دول على حافة الافلاس لدول ترتبها الان الخامس والسادس في الاقتصاد العالمي. من 1947 نالت الهند استقلالها وبدأت النهضة برئاسة نهرو، وكانت بدأت النهضة بالتركيز على القطاع الاقتصادي والمشروعات الصغيرة وتنمية الوضع الاقتصادي داخليا، ما اهتمش بالسياسات الخارجية قوي، لأن الهند نفسها منهكة من ثلاث حروب مع باكستان ونزاعات داخلية، وبتتكلم عن نسيج مختلف الأعراق والأجناس واللغات. فبدأ يهتم بالنهوض بالداخل الهندي الاقتصادي، فقدر يوفر جميع أو أغلب السلع اللي كانت الهند بتستوردها، وكانت بتعول على دول جوار أو دول في العالم. بعد كده لما دخلنا في 1991، وهنا ده يعني درس كبير لينا احنا كمصريين وكعرب، ان الناس دي قدرت تطلع من الكبوة بتاعتها. ف 1990 مع السياسات الخاطئة في بعض الامور داخليا، وصل الاحتياطي النقدي الاجنبي في الهند الى دون المليار دولار، يعني دولة الاحتياطي بتاعها أقل من المليار دولار. فالعالم كله وحتى الهنود نفسهم كانوا يعني يحبسون أنفسهم على مدار إن المليار ده هيكفي على 10 أيام أو أسبوعين. فاتفاجئنا بالمعجزة الاقتصادية النهاردة، من احتياطي نقدي مليار أقل من مليار دولار للنهاردة في 2023 الهند الاحتياطي بتاعها يفوق ويتخطى حاجز 400 مليار دولار، ده فيما يخص الاحتياطي من العملة الصعبة. طب ازاي الهند قدرت تطلع من دون المليار لقرابة النصف تريليون دولار؟ قدر يعمل ده لان هو بدأ بسياسة جديدة، ان هو يجيب المتخصصين في المجالات الصناعية والزراعية، وبدأ يركز في القطاعين دول. ما بدأش بان هو يتحدى العالم ويدخل ويقحم نفسه في صراعات داخلية مع باكستان ودول الجوار، ركز في مجالين تحديدا: الصناعة ثم الزراعة. الصناعة والزراعة، وكان ليه مقال في جريدة الجمهورية، الصناعة وقطرة التنمية والزراعة وقطرة التنمية، وكنت مستشهد بالمعجزة الاقتصادية الهندية، ان هو ازاي قدر يترجم الموارد بتاعته، وازاي يحول الديموغرافيا اللي عنده اللي هي مليار، وصلت الان لمليار فاصل 3 نسمة، ان هو يستخدم العنصر البشري كنموذج قوة ونقطة قوة، بدل من ان هي كانت نقطة ضعف في يوم من الايام. بدأت الصناعة الصغيرة
متناهية الصغر ثم المشروعات المتوسطة ثم اليوم حتى الصناعات والشركات الكبرى اليابانية تقوم بنقل التكنولوجيا والخبرات اليابانية إلى الهند وتستضيف الهند الاقتصاد. طب هو نجح إزاي؟ كلمة السر فين؟ في الاقتصاد الحر، إن هو قدر يقدم مزايا وعروض أفضل من دول الجوار. فبدأت الشركات يعني الدافع بتاعها والريفرنس الأساسي بتاعها اللي هو المصلحة، ان هو رفع بدل ما هيشتغل 6 ساعات في اليوم رفع العدد ساعات العمل في البلد ل 12 ساعة. ده كان من ضمن نقاط القوة اللي خلت الشركات الأجنبية تيجي ويكون مرحب باستضافته، بيقدم له الأمن والأمان والمزايا مقابل ايه؟ مقابل حاجتين، ان هو يدمج الديموغرافيا اللي عنده، ان عنده مليار من السكان، فبدأ النهاردة يدمج السكان في الصناعات. هو بيشترط على الشركة الأجنبية اللي جاية هو هياخد كل الامتيازات من إعفاء ضريبي ومن أراضي ومن كل التسهيلات، مقابل حاجتين، ان هو ينقل له التكنولوجيا اللي بتشتغل بيها هذه الشركات، والتكنولوجيا دي انتقلت بإدماج العنصر الهندي والمواطن الهندي داخل هذه الشركات والمصانع. فبدأ تدريجيا يستغنى عن الشركات، بعض الشركات الأجنبية، لأنه خلاص بقى عنده النوهاو اللي هيشتغل بها بعد كده. وهنا أتذكر المقولة الأشهر للعالم الكبير، وإحنا الحمد لله مصر ولادة بأولادها، العالم الراحل أحمد زويل، لما قال إن الدولة المصرية تستطيع أن تسدد جميع ديونها الخارجية والداخلية بعبارة عن 3 حبيات من العلاج. ان هو يقدر يركز في مجال الابحاث والدراسات، فيقدر يكتشف علاج جذري لمرض السرطان الجلد، سرطان الكبد، يبدا ينتج ثلاث انواع، يعني وحتى كان رقيق حتى في كلامه، 3 انواع من العلاج. تستطيع الدوله المصريه ان هي تبيع هذه براءه الاختراع وتبقى مصدر لتصدير وانتاج هذه المنتجات الدوائيه. من العائد من هذه المنتجات الثلاث تستطيع مصر أن تسدد كافة الديون الداخلية والخارجية. ثم قس على ذلك الموارد الهامة للدولة المصرية والموقع الجغرافي. لا. طب أنت ذكرت تحديدا مسألة العلاج والدواء، هو الهند بتعرف على مستوى العالم أنها صيدلية العالم. صحيح. لأنها أكثر الدول إنتاجا للأدوية، ولديها يعني تقريبا بتنتج كل أنواع الأدوية. في هذه الحالة يعني هناك علاقة قديمة ما بين مصر والهند من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن في العصر الحديث الأمور تغيرت بشكل كبير جدا. يعني في تقديرك ما هي أوجه التقارب ما بين الهند ومصر، حتى يعني بما يعود بالنفع على الجانب؟ نبدأ أول حاجة نقول بالدواء. يعني احنا النهاردة الدولة المصرية انتهجت النهج الجميل، عندنا النهاردة مدينة الدواء المصري. نعم. النهاردة السوق العالمي هناك ترحاب، وخاصة في القارة العجوز والدول الأفريقية. النهاردة حضرتك الهند والزيارة التي تجري الآن في القاهرة، هو توجه للدولة المصرية علشان هو يعلم تماما ان بوابة الدخول لأفريقيا تبدأ من الدولة المصرية. نعم. لان طبعا الدولة المصرية منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهناك حضور قوي للدولة المصرية في أفريقيا وعلى المستوى الإقليمي. فالنهاردة تحسين العلاقات ما بين مصر وما بين الهند يبدأ على سبيل المثال بمجال الدواء. هناك يعني يكون في تبادل خبرات وتبادل تجاري وصناعي واقتصادي في هذا المجال. قص على ذلك النهاردة الاستخدام يعني الهند من ضمن الدول الكبرى استخداما للنفط، لان هي من ضمن الدول الصناعيه. فالنهارده لما نيجي نشوف حجم التبادل التجاري ما بين مصر وما بين الهند اللي وصل في 2023 ل 7.3 مليار دولار، نقدر نضخم الرقم ده بادخال المواد البتروكيماويه والغاز والبترول. والنهارده الهند لما نيجي نقرا استهلاكهم من البترول 5 مليون برميل يوميا، فاذا هو رقم عملاق. ادماج الدوله المصريه ودخولها مع دولة عظمى زي الهند، وأنا أراهن على أن الهند يعني حسنت وقرأت المشهد جيدا وتعلمت من الأخطاء الصينية. النهاردة الخطاب الصيني دائما يعني يرتكز على ركيزتين، الركيزة الأساسية اللي هو الهيمنة الاقتصادية العالمية، ثم قطبية العالم. الهند
يركز دائما على تحسين العلاقات مع دول الجوار ودول العالم وتصدير المشهد السليم عن الصناعات والدولة الهندية. وعلشان كده لما نيجي نشوف ان رئيس الوزراء اللي نهض بالدولة العملاق الهندي كان من الأقلية الهندية، يعني هو ما عندوش، وحتى يلقب الهند بالديمقراطية الأكبر في العالم، لأنه قادر يحدث توازن ما بين عدد النسمة اللي عنده المليار ثلاثة أو مليار فاصل ثلاثة نسمة، وما بين العرقيات والأجناس المختلفة واللغات، هو قادر يوحد دول كلهم تحت مظلة الاقتصاد. النهاردة دخل المواطن الهندي تجاوز $2000. فإذا النهاردة هو يعني سبل التعاون سواء مع مصر أو مع أفريقيا تبدأ بالمجال الاقتصادي، والهند قادرة على تقديم المزايا الكثر، لأنه مش داخل في حرب مع الناتو، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع استراليا، في هيمنة في المحيط الهندي، هو مركز في اتجاه واحد. وعلشان كده احنا دايما بنراهن على أن الهند تستطيع في يوم من الأيام أن هي تكون من ضمن أقطاب النظام الدولي، وتستطيع أن تحصل على حق الفيتو في مجلس الأمن. نعم، كان هناك تعاون كما ذكرنا ما بين مصر والهند، تعاون كبير في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى في الصناعات العسكرية، وكان هناك مشروع لإنتاج مقاتلة بالاشتراك ما بين مصر والهند، الهند بتقدم المحرك، مصر بتقدم الهيكل، شركة ماروت هندوستان بتقدم محرك مميز، لكن في فترة ما توقفت هذه المشاريع وهذه الشراكة. يعني في هذا الزمن يعني وتحت هذه الظروف السياسية، في تقديرك يا دكتور محمد، هل من الممكن أن نستعيد هذا التعاون؟ تقديري إن هذه الفرصة فرصة لمرة واحدة، لأن هو النهاردة قرأ المشهد جيدا. هل هو يقدر يستفاد من الدولة المصرية؟ الإجابة طبعا قولا واحدا نعم. ليه؟ النهاردة دون الدخول في تفاصيل أو تجريح في الأشقاء، وكلهم أشقاء، ويعني نتمنى لهم عودة الأمن والاستقرار، المنطقة العربية والخليجية ملتهبة، وتبقى وإن شاء الله تبقى الدولة المصرية شامخة دون نزاعات. والدولة المصرية النهاردة هو لما يجي لك رئيس وزراء الهند، هو قرأ الفكر والأيديولوجيا بتاعة القيادة السياسية والنسيج المصري. إزاي أنت قدرت تعبر من جميع الأزمات الاقتصادية والاقتتال الداخلي والأعداء الداخليين والخارجين، وإزاي قدرت يعني واقفا على قدميك؟ النهارده الدول المصريه من ضمن، لما تيجي ترى المؤشرات وبالارقام، اغلب الدول حتى دول الخليج بعد ازمه كورونا خرج النمو الاقتصادي بتاعها بالماينس. الدول المصريه قدرت تحافظ على هذا التوازن. طيب هو النهارده نقدر نرجع الشراكه ما بين مصر والهند زي ايام الرئيس جمال عبد الناصر؟ الاجابه واكثر من ايام الرئيس جمال عبد الناصر. ليه؟ لان النهارده الدولة المصرية وسياسة الخارجية المصرية تنتهج على التنوع. يعني أيام الرئيس عبد الناصر كنا متجهين بقوة ناحية الاتحاد السوفيتي، وكنا لينا حلف معين بنقاتل يعني معه ضد حلف معين. النهاردة الدولة المصرية بتنتهج نهج صفرية المشاكل. شفنا الخطاب واللقاءات المصرية التركية، اللقاءات المصرية القطرية. النهاردة مصر لا يوجد عداء ما بين الدولة المصرية وما بين أي دولة في العالم. ليه؟ لأنه النهاردة بيغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والأهواء الشخصية. ونرجع ده للقيادة السياسية والحكمة، وما بين النخب اللي بتملي وبتطلع القيادة السياسية على هذه الأفكار، لأن طبعا احنا ما عندناش رئيس في العالم بيفهم في كل المجالات، يعني هو العرض لازم يكون عرض أمين. وعلشان كده احنا نفسنا واحنا بنقرأ التجربة الهندية نقول احنا ازاي نوصل نخب المجتمع والناس القادرين على إحداث التغيير. احنا عندنا نخب تستطيع أن تحدث تغييرا إيجابيا يعيد ترتيب مصر في المكان التي تستحقها. حيثك النهاردة عندنا نخب بتشارك في دول أوروبية وعالمية في نهضة غير مسبوقة. هو مصري من ضمن العلماء، يعني زويل والأسماء كسر علشان ما ننساش حد. فإذا احنا عندنا العامل البشري، عايزين نحوله لنقطة قوة، علشان مش كل حاجة نعول على ان احنا كارثتنا وتخلفنا كان بسبب الديموغرافيا وسبب السكان. احنا نقدر نحول ده، عندنا المساحة، الدولة المصرية والسكان 105 وعليهم 10 من اللاجئين، ومصر تفتح احضانها للسودانيين والليبيين والسودانيين، بنعيش في مساحة من المساحة بتاعت الديموغرافيا المصرية 7%. إذا احنا عندنا نقدر نستقطب ونقدر نستضيف ونقدر نحاول نقاط الضعف نقاط قوة، لأن احنا عندنا الموارد، عندنا الموقع الجغرافي. النهاردة الهند جاي لك علشان قناة السويس، علشان موقعك الجغرافي، علشان العلاقة التاريخية بتاعتك، علشان التواجد وليك في عمق التاريخ. يعني مصر من ضمن الدول، من أوائل الدول اللي نالت استقلالها، من أوائل الدول اللي ليها يعني كلمة. وأنا هنا أتذكر
لما كان احد السفراء المصريين دون ذكر اسمه كان يبعت للدوله المصريه في ايام الرئيس عبد الناصر تم تشكيل الحكومه في دوله ما. اذا هو النهارده ثقه الدوله او ثقه القاره الافريقيه وثقه دول الجوار في الدوله المصريه. والرئيس عبد الفتاح السيسي قالها صراحه، لولا دعم الاشقاء، يعني النهارده هو بيدعمك ليه؟ لان انت لو لا قدر الله انهارت المنطقه كلها ستنهار. لما تيجي تقرا مذكرات كلينتون وتشوف ان المنطقه العربيه والافريقيه كان ليها مخطط استخرابي اخر، وازاي الدول المصريه قدرت تستعيد مكانتها وتعيد ترتيب الاوراق وتفرض كلمتها، النهارده الهند جايه لك علشان خاطر تعيد هذه الشراكه اقوى بكثير من ايام الرئيس عبد الناصر. تمام. طب اسمح لنا دكتور محمد، هناك مداخله من دكتور سيد مكاوي زميل كليات الدراسات الدوليه بجامعه جواهر لال نهرو. دكتور مساء الخير اولا. اهلا، مساء النور على حضرتك صنبي وعلى ضيفك الكريم. يعني هذه الزيارة، زيارة رئيس الوزراء الهندي، تأتي في ظل يعني ظروف دولية وإقليمية متعددة ومختلفة، وفي تنوع وفي صراعات، في تحول كبير جدا في هذه الفترة الماضية. لكن خصوصية هذه الزيارة إلى مصر ومعطيات هذه الزيارة، ماذا تتوقع دكتور سيد من هذه الزيارة؟ بالطبع على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والهند، هذه الزيارة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في يناير الماضي بتمثل مرحلة جديدة وانطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية، تقارب وتشبه العلاقات في فترة جواهر لال نهرو وجمال عبد الناصر. وهذه الفترة كانت تمثل العصر الذهبي للعلاقات المصرية الهندية. نحن الآن بصدد بداية مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الهندية تتمثل بالدفء والزخم الشديد والتعاون الشديد بين البلدين في كل المجالات، وتلخص ذلك في إعلان مرحلة جديدة لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات والشراكة الاستراتيجية. على المستوى العالمي طبعا هي مؤشر أن العالم لن يكون كما كان في الحرب الباردة القديمة كتلتين، وإنما العالم سيكون متعدد الأقطاب، غالبا الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وحلفائهم في جنوب شرق آسيا، كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ستكون كتلة، الصين وروسيا ستكون كتلة، ولكن هناك كتلة أخرى تمثل العالم الثالث، على رأس هذه الكتلة الهند، على رأس هذه الكتلة مصر ودول أخرى. هذه الدول تتسم بتمسكها بما يسمى بالاستقلال الاستراتيجي وعدم الانحياز إلى أحد الكتلتين الكبيرتين في الصراع الجيوستراتيجي الذي يدور الآن في العالم وبصفة خاصة على الأراضي الأوكرانية. نعم الدكتور سيد، الهند دولة رئيسية في تجمع بريكس مع روسيا والصين وجنوب إفريقيا، ومصر تسعى للانضمام إلى هذه المجموعة المهمة، إذا كانت حتى ناشئة فهي مجموعة مهمة من ناحية الاقتصاد والسياسة. كيف يمكن أن تساعد الهند مصر في الانضمام إلى هذه المجموعة؟ نعم بالطبع العلاقات المصرية الهندية هي عامل أساسي في مساعدة مصر في الانضمام إلى بريكس وإلى منظمة شنغهاي، كذلك العلاقات المصرية الصينية وهي علاقات أيضا متميزة. مجموعة بريكس بتمثل ثلث الاقتصاد العالمي وتمثل تقريبا نصف سكان العالم، وبالتالي هي مجموعة هامة جدا. وهذه المجموعات وانبثاق هذه المجموعات هو رد فعل على أن منظمة الأمم المتحدة لم تعد تمثل التوازن الحقيقي للقوى في العالم، سواء كانت القوى السياسية أو القوى العسكرية أو القوى الاقتصادية، وبالتالي أصبح هناك لجوء إلى إنشاء تجمعات جديدة ومنظمات جديدة تمثل الواقع. سيصبح انضمام مصر للبريكس أو شنغهاي سيكون طبعا نقلة نوعية بالنسبة لوضع مصر الاقتصادي. أيضا الهند ومصر يمثلان صوت الجنوب كما كان يمثلان هذا الصوت في الماضي من خلال مجموعة عدم الانحياز والدفاع عن مصالح الجنوب. واهتمام الهند بأن تساهم مصر في التعبير عن أيضا مشاغل وقلق الجنوب فيما يتعلق بالدواعي الاقتصادية والاجتماعية لأزمة أوكرانيا والحرب بين روسيا في الجانب وبين أوكرانيا مدعومة من الناتو والولايات المتحدة في الجانب الآخر، عبرت عن نفسها من خلال دعوة الهند لمصر لتكون ضيف في اجتماعات مجموعة 20، سواء كانت الاجتماعات التمهيدية
أو قمة العشرين التي ستنعقد خلال أشهر قليلة. نعم دكتور سيد، يعني قبل هذه الزيارة كان هناك زيارة لرئيس الوزراء الهندي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك توقيع لعدد كبير من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك سؤال في الحقيقة، يعني هل من الممكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الهند كسلاح ردع للتمدد الصيني في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وإفريقيا؟ تحاول الولايات المتحدة أن تجذب الهند إلى مجال نفوذ الولايات المتحدة، أو إلى أن تكون الهند أقرب إلى المعسكر الغربي والمعسكر الأمريكي، منها إلى الصين أو إلى روسيا. الهند تدرك ذلك، وتدرك أنه في مصلحتها أن تتلقى دعم تكنولوجي، دعم عسكري، دعم سياسي من المعسكر الغربي، لكن الهند تتمتع بالاستقلال الاستراتيجي، والهند ليست على استعداد أن تلعب لحساب أحد. الهند تلعب لحساب المصالح الوطنية الهندية فقط. ولكن دعنا نتذكر وندرك أيضا أن نمو الهند وسقوط الهند وأن تبني الهند قوتها لا تتحول من قوة رئيسية إلى قوة عظمى في حد ذاته يصب في مصلحة الغرب، بغض النظر إذا كانت الهند ستنضم إلى المعسكر الغربي أو لن تنضم إلى المعسكر الغربي، لأن صعود الهند سيمثل وجود قوة وازنة داخل آسيا تناظر القوة الصينية. ولكن من خبرتي في الهند واحتكاكي بالهنود، الهند حريصة ألا تدخل في نزاع مع الصين. الهند عضو في منظمة الحوار الأمني الرباعي المشهورة بالكواد، لكن الهند لا تريد أن تدخل في صراع مع الصين. مثل هذا الصراع سيكون مدمر للهند وسيكون مدمر للصين، ولكن الهند تستثمر وتستفيد من حالة عدم التوازن الجيوستراتيجي في العالم، واهتمام الغرب بأهمية وجود مراكز قوة صاعدة أخرى لتوازن القوة الصينية التي تعتبرها الولايات المتحدة التهديد الأكبر لقوة ونفوذ الولايات المتحدة في العالم. وجميعنا ندرك أن الولايات المتحدة والصين يتنافسان الآن على من منهما ستكون القوة الأولى في العالم. خلال الزيارة الأخيرة لناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة، الحقيقة طبعا كانت يعني زيارة ضخمة جدا، وتلقى رئيس الوزراء الهندي ترحيب ضخم جدا، وهناك طموح لدى الولايات المتحدة والهند بمضاعفة حجم التبادل التجاري من 200 مليار دولار اللي هو الحجم الحالي كي يصبح 400 مليار دولار. وما تريده الولايات المتحدة الآن أن تتحول الهند إلى مصنع العالم كبديل للصين، كمصنع للعالم، حتى تقضي على عملية اعتماد الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على الصين اقتصاديا. لا تريد الولايات المتحدة ولا تريد أوروبا الغربية أن تكرر الخطأ الذي ارتكبته مع روسيا عندما اعتمدت أوروبا على الغاز الروسي. يريدون القضاء على هذه الاعتمادية بنقل هذه الاعتمادية من الاعتماد على الصين إلى الاعتماد على الهند. نعم، أشكر ضيفي عبر الهاتف دكتور سيد مكاوي، زميل كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الكاتب والمفكر دكتور محمد نصار أبو ضيف، الباحث في العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية. دكتور محمد، هناك مشروعات كثيرة على أرض مصر، يمكن على رأسها مشروع محور قناة السويس، وكان هناك حديث عن المنطقة الاقتصادية الهندية في هذا المحور. الهند بتتميز بصناعات تنافسية يمكن حتى أصبحت رقم واحد فيها، على سبيل المثال صناعة الألواح الشمسية، وهي صناعة مهمة جدا بالنسبة لمصر يعني. لكن هناك سؤال مهم، لأن مصر دول النامية مرت بتجارب مع الدول العظمى التي تمتلك التكنولوجيا، وحاولت كثيرا نقل التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيا، لكن بتواجه بعقبات. لكن دولة كالهند، هل من الممكن أن تكون متعاونة إلى الحد المطلوب في نقل التكنولوجيا إلى مصر والدول العربية؟ وطبعا ما فيش دولة في العالم، حتى الهند نفسها لما جم يتعلموا التكنولوجيا ما قالش صراحة للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أنا هنقل التكنولوجيا عندي وهستغنى عنكم. وده اللي عملته الصين، وده اللي عملته تايوان، وده اللي عملته الهند، وكل دولة من الدول العظمى الناشئة من النمور الأسيوية عملت ده. فأنا مش هاجي كمصر أقول له أنا هاخد منك التكنولوجيا وهستغنى عنك، ما ينفعش أقول كده خالص. ليه؟ أنا النهاردة في شراكة،
الشراكه دي بتبقى نظام مثلا حضرتك تفضلت تطوير محور قناه السويس والمنطقه الاقتصاديه، وممكن نضيف لده ان احنا نبدا ندعي او ندعو من هذا المنبر الاعلامي الكبير لانشاء العاصمه الصناعيه الجديده. تمام. ونجيب الهند ونجيب الدول العظمى كلها تستثمر في هذا المجال. طيب النهارده لما نيجي ناخد مثال علشان نعرف اجابه السؤال ده، النهارده تايوان لما جزء صغير ما يجيش قد محافظه عندنا في مصر، لما بدا يوفد الوفود الدراسيه للولايات المتحده الامريكيه بدا يتعلم، فلما اتعلم راهن متخذ القرار في تايوان على ان هو هيشتغل في اشباه الموصلات، وكانت الفكره في حد ذاتها وقتها يعني اشبه بالانتحار، انت هتشتغل في حاجه احنا ما بنفهمش فيها حاجه. بدا تدريجيا فجاب الشركات وادخل، وهو ده الدمج ان انا يبقى عندي هند ومصري، فالاثنين بيتعلموا من بعض، والعقليه المصريه الفذه قادره تعمل ده. احنا طبعا نتذكر ان احنا عندنا عقليه فذه حتى في العلوم العسكريه، لما كان يروح الغرب يشوف بس شكل الدبابه بيرجع يصنعها. فبالتالي انا عايز تدريجي، مش عايز ابدا من اخر ليفل، انا عايز احط رجلي الاول. لان النهارده لا البنك الدولي ولا المنظمات الدوليه ولا الاتحاد الاوروبي ولا اي دوله في العالم هتقول لك خد فلوس علشان تعمل صناعات تستغنى عنها. لا، حضرتك النهارده هو بيديك، ولو حتى هيديك قروض وهيديك فلوس علشان تستثمر في حاجات هو عايزها. لكن النهارده حياتك عايز تبقى صاحب الكلمه وصاحب القرار وتنتج وتلحق بالركب الاسيوي، يبقى حياتك تبدا الخطوه الاولانيه بشراكه، وتبدا حضرتك تديله صلاحيات. يعني مش عايز الطابع الامني يغلب على هذه الشراكه، لا انا يعني هدي مساحه وهدي صلاحيات علشان يبدا يشتغل هو مطمئن. النهارده دوله زي الهند، انا اللي هكسبه كمواطن مصري وكقياده سياسيه ودوله مصريه مكاسب عظمى، اقدر اعدد على سبيل المثال وليس الحصر، منها ان انا بكسب شرعية دولية بوجود الهند معايا. يبقى النهاردة الدول الاوروبية هتبدأ تتجه ناحية الدولة اللي الهند رايحاها. الهند النهاردة بتنافس المانيا على المقعد في الترتيب القضاء العالمي، فالنهاردة الهند بتستثمر عندك، هيبدأ ده يديك صبغة شرعية للاستثمارات الخليجية، اصبحت حضرتك محط انظار العالم في الاستثمار. عندك المساحة الجغرافية، عندك الارض، عندك المقومات، عملت بنية تحتية بمليارات الدولارات تكفي لان هو يخدم على هذه المشروعات القومية. احنا عملنا البنية التحتية دي ليه؟ علشان نبقى جاهزين لاستقطاب رؤوس الاموال للاستثمارات. يبقى نبدأ نترجم هذه الاموال اللي صرفت لمنافع تعود على الدولة المصرية وعلى المواطن. فالنهاردة ده مجال. المجال الثاني النهاردة حضرتك وجود الدولة المصرية بشراكة مع الهند، هو ده مش هيخلي في تبادل؟ شفنا احنا لما استثنت الهند مصر من تصدير الحبوب، لان انت عندك مشكلة في موضوع الحبوب عشان موضوع حرب روسيا اوكرانيا اللي العالم كله تأثر بيه. نعم. فاستثنتك ليه؟ مش علشان حضرتك دولة يعني عشان 100 مليون مواطن ولا عشان حاجة إنسانية. الأمور السياسية بتدار بمبدأ أو منطلق المصالح. هو تذكر في عز الأزمة وفي أشد الأزمة كورونا الدولة المصرية أوفدت وأرسلت المساعدات اللي ساعدت الهند في العبور ولو قليلا من أزمة كورونا، فهو بيرد لك هذا الامر اللي هو بيسموه في الدبلوماسيه المعامله بالمثل. النهارده وجودنا وشراكتنا مع الهند هيدينا صبغه شرعيه، هيدينا استثمارات اجنبيه، هيدينا يعني وضع يعني اللي الدوله المصريه تستحقه، زائد حاجه ثالث حاجه بعيد عن هذا المربع الا وهو ايه؟ الهيبه المصريه. ليه؟ احنا عندنا بعثه دبلوماسيه في الهند. النهارده لما تشوف حضرتك الصناعات بعد كده، وانا كرجل محلل سياسي اقدر اقول لحضرتك ان انا لما يعني تعلمنا في العلوم السياسية ان الشعور بالمواطنة يبدأ بالفعل مش بيبدأ بالكلام. انا اتمنى اشوف الصناعات المصرية واشوف جملة صنع في مصر على العربيات، الصناعات الثقيلة، على الصناعات المتوسطة والثقيلة، افضل من ان انا اشوف الشعارات تحيا مصر. انا شعار استخدمته وخدته، لكن انا عندي شعار اهم عايز اشتغل عليه دلوقتي، هي وفرصه استراتيجيه وصلت يا دكتور محمد. لكن في سؤال اخر ايضا. الصين كانت اكبر دوله او ما زالت اكبر دوله من حيث عدد السكان، لكن هناك توقعات على المدى القريب يمكن 3 سنوات ان تتجاوز الهند هذا الرقم وتصبح الهند هي رقم واحد في عدد السكان على مستوى العالم. هذا الأمر بيتزامن في الحقيقة مع دخول الهند إلى مركز أن تصبح قوة عظمى
صناعية على الأقل. يعني هناك ترسخ فكرة عند بعض الناس أن عدد السكان ربما يكون يعيق الاستثمار أو معوق للتطور الصناعي. يعني هو السؤال، كيف يعني عالجت الهند هذه القضية، يعني قضية هذا العدد الكبير جدا من الهنود في مقابل موارد مهما كانت كبيرة لكنها محدودة، وحققت هذه الطفرة؟ الإجابة بالتعليم. الإجابة بالتعليم ليه؟ لأنه هو النهاردة لما يبدأ من منذ الدراسة الأساسية بيبدأ يعني يزرع في الطالب فكرة أنه يقدر يصنع، يقدر يبتكر. النهاردة حتى الصناعات البسيطة اللي احنا بنشوفها كلها إنتاج شباب في مرحلة الدراسة، سواء صيني أو هندي، وإحنا بنستخدمها إحنا الكبار. فهو فكرة التعليم، والتعليم مقاتلة التنمية. نعم. التعليم يعني كما قال شوقي، قم للمعلم وفيه التبجيلة، قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. لكن إزاي أنا هقف للمعلم تبجيلا واحتراما من غير ما أقف على المنظومة التربوية وأبدأ أعالجها؟ فهعالج المنظومة التربوية دي ازاي؟ ان انا اولا مفهوم الهزيمة اللي صدروا الغرب لينا، ان احنا دول نامية ودول متخلفة ودول عالم ثالث، والمسميات اللي هي كل ما احنا بنسمعها بيجي لنا شيء من الاحباط. انا ليه ذكرنا في بداية الحلقة ان الهند كان احتياط النقدي الاجنبي بتاعها ما دون المليار؟ نعم. فاذا احنا نقدر كمصريين وكعرب نلحق بالركب الاسيوي، وممكن كمان نعديه، لان احنا ما عندناش المليار فاصل 400 مليون، ما عندناش، وعندنا مساحه جغرافيه، وعندنا عقول، وعندنا علوم، وعندنا علماء، وعندنا كل مقومات. وبعدين احنا النهارده الدوله المصريه لها قبول في افريقيا، عندك دعم خليجي غير مسبوق. يعني الدعم الخليجي المقدم يعني منذ عقود ما الأشقاء في الخليج ما قدمهوش. فحيدك لازم تترجم ده لاستثمارات مستدامة، وده المصطلح اللي احنا عايزين نرسخه وشفناه في العاصمة الإدارية الجديدة. ما. ان هو ازاي يحول كل حاجة لصناعة او لمبنى مستدام، مش معتمد على الاستهلاك الغير آدمي. لا، حضرتك النهاردة لما بتخش العاصمة بتشوف النظام، الترتيب، الشكل نفسه، استخدام الطاقة الشمسية زي حضرتك تفضلت اللي الهند سابقة فيه. النهاردة يبقى عندي بدل، وبين القادة السياسية بيبدأ يتكلم عن تحلية المياه، ويتكلم عن الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة، الطاقة المستدامة، لان احنا النهاردة داخلين على يعني احنا عايزين نبدأ يبقى عندنا يعني اكتفاء من كل الموارد، من الطاقة، من السلاح، من الغذاء، من كل شيء. وعلشان كده، علشان تخرج من الهيمنة الأوروبية والأمريكية، لازم تبدأ تحط استراتيجية واضحة. علشان احنا النهاردة لما نيجي نراجع تاريخ الهند، لما وضع نهرو الخطة بتاعته ومسك من 91 لحد 96، الخمس سنين أو أربع سنين دول، وبعد كده رجع تاني، كل رؤساء الوزراء اللي جم كملوا نفس المخطط ناحية التنمية الاقتصادية والزراعية. ليه؟ لأن احنا بتولينا احنا العرب عامة بمفهوم ان انا سياسة شخصية بجي انفذها. لا، احنا عايزين نحط استراتيجية زي 2030، رؤية مصر 2030. عايزين لما نيجي في 2030 نكون حققنا كل الابعاد، البعد الصحي. تمام. البعد التأمين الصحي الشامل احنا شغالين فيه دلوقتي بالتوازي مع كل التنمية. احنا عايزين نوصل 2030 نكون قدرنا نحقق ولو 70% من المخطط اللي احنا حلمنا بيه 2030، ونبدأ نحط مخطط تاني يكون الركيزة الاساسية بتاعته ثلاث عناصر: الصناعة، الزراعة، التعليم. الصناعة، الزراعة، التعليم، كل القطاعات دي هتصب في جميع القطاعات، ومنها الصحة. الإنسان المتعلم مش هيتناول المخدرات، الإنسان المتعلم هياخد باله من صحته، فبالتالي هتبص نسبة الوفاة هتقل، فهتبص تلاقي الإنفاق على المنظومة الصحية بيقل لحساب الصناعة والزراعة. هو ده المفهوم اللي احنا عايزين نخرج منه، ومحدش هيساعدنا في ده. حضرتك لو قريت وشفت ازاي بيتم منح القروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الأوروبية، ليها شروط وأعضاء. الزميل الفاضل أستاذنا العزيز في المداخلة بتاعته قال إن الهند تقدر تدعمنا في دخول البريكس، والإجابة نعم. ليه؟ لأن النهاردة الهند ليها وزن في النظام العالمي، فوجودك مع الهند هيخليك حتى تقدر بعد كده لما يكون في تجاوزات ضد المسلمين هناك تقدر تتكلم، هيبقى تمام. ليك صوت مسموع. تمام. لكن في هذه الزيارة يا دكتور محمد، يعني لو كنا نتمنى يعني أن يصل صوتنا لأصحاب القرار ونركز على
الاتفاقيات التي ستتم ما بين مصر والهند، في تقديرك ما هي المجالات التي يجب أن نبدأ بها في التعاون مع الهند؟ بعض المتابعين للشأن الهندي بيتحدثوا عن أن سر نهضة الهند الأساسية هي الاتجاه إلى تكنولوجيا المعلومات، صناعة لا تحتاج إلى يعني تمويل ولا رأس مال، مجرد مبرمجين بيقوموا بإنتاج برامج، والهند أصبحت رقم واحد في إنتاج البرامج تقريبا على مستوى العالم. كل محركات البحث أو أكبر محركات البحث أصولها أنشأها هنود، مبرمجين هنود. يعني لو كنا نتحدث إلى صانع القرار ونطلب منه أن يركز على مجال معين في التعاون مع الهند، في تقديرك ماذا سيكون هذا المجال؟ طبعا السؤال صعب للغاية، لكن نقدر نقول علشان لو صوتنا واصل لصانع القرار، الإجابة في الاقتصاد الحر وليس الاشتراكي. نعم. إن إزاي أترجم هذه الزيارة لزيارة حقيقية وليست مراسم واستقبال، عايز زيارة حقيقية ومذكرات تفاهم، وعايز لو أنا صانع القرار بيسمعني أقول نترجم إزاي نقاط الضعف اللي عندنا نحولها نقاط قوة، ونبدأ ندي الهند مساحة ويعني نجنب الطابع الأمني جانبا. أنا دايما من أصحاب النظرية الواقعية شوية، اللي هو أنا ما بفكرش اللي قدامي ده بيعبد إيه، بوذي ولا مسلم ولا مسيحي، أنا عايز أجنب كل ده، أنا عايز أشوف الراجل ده هيجي يضيف لي إيه وديه مساحة الأرض. جات لنا المغرب أيام الرئيس محمد حسني مبارك وطلبت، جات لنا آسف فرنسا وطلبت مساحة من الأرض لإنشاء مصنع رينو، التعقيدات الأمنية والموافقات الأمنية والتفاصيل حتك أدرى مني منها. ذهبت إلى المغرب تماما. في تغييرات يا دكتور محمد، يعني أيوة. عندنا مثلا الرخصة الذهبية دلوقتي. حلو يعني أيوة. أيوة. صوت واصل لصانع القرار يعني. عايزين نعمل إيه؟ ما أنا بديك مثال للإخفاقات. فعايزين نعمل إيه دلوقتي؟ عايزين نعمل الآتي، إن أنا أدي صلاحيات، والصلاحيات دي صلاحيات يعني واسعة، علشان أشوف وبديل حسن النية بتاعتي، إن أنا بقول له أهلا بك في مصر، كل الصلاحيات ليك، اتفضل، طالما هو هيبني وهيدمج لي المصريين وهيقلل نسبة البطالة، وهبدأ أتعلم منه الصناعات الدقيقة وعالية الدقة، وهبدأ أنا أشوف أنا هقدر أتخصص في إيه، في أشباه الموصلات، تكنولوجيا المعلومات، البرمجيات، هبدأ أنا أشوف أنا إيه المجالات اللي أنا بارع فيها، ثم الاهتمام بمراكز الأبحاث. مراكز الأبحاث دي هتطلع لي النوابغ، بدل ما هو يطلع يكمل دراسته بره هيكمل هنا، فلما هيكمل هنا هيبدأ ينتج لي فكرة خارج الصندوق هتقدر مصر تطبقها بالشراكة مع الهند والشراكة مع الدول الأخرى. فأنا عايز أدي العالم، وده بالمناسبة اختبار لمصر، إن هو هل هيقدر يدي صلاحيات للهند ويقدر يعني يعمل فعلا شراكة حقيقية، يعني نحرك الرقم بتاع التبادل التجاري 7 مليار ل70 ول700 مليار، نقدر نعمل ده. حجم التبادل التجاري ما بين الأعداء، الدول الأعداء اللي بيتداولوا يعني يتبادلوا دايما الاتهامات، الصين واستراليا، يفوق ال50 وال150 مليار دولار. تمام. يعني هم جنبوا المشاكل جانبا وبدأ يهتم بالمجال الاقتصادي لمصلحة الشعوب ولمصلحة المنطقة بأسرها. تمام. يعني نتمنى بإذن الله تعالى أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير على مصر وعلى الأمة العربية. لكن انتهت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين من حوار اليوم. في الختام أشكر ضيفي في الاستوديو الكاتب والمفكر الدكتور محمد نصار أبو ضيف، الباحث في العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية. بنشكر لك تشريفك يا دكتور محمد. أشكرك يا فندم. وأشكر أيضا ضيفي عبر الهاتف الدكتور سيد مكاوي، زميل كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو. والشكر موصول لمشاهدي الكرام في كل مكان، وإلى لقاء قريب.